السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم مستر إسلام علي، وهنكمل الامتحان الرابع من امتحانات توجيه الدقهلية الصف السادس الابتدائي. السؤال الأول: بوت ترو أور فولس؟ Drying up the water in the large salt lake in Turkey is due to condensation process، يعني جفاف المية اللي موجودة في بحيرة في تركيا، بحيرة ملح، بسبب الكوندنسيشن بروسيس، عملية التجسيف. طبعا الدراينج ووتر، جفاف المية، يعني الووتر تشينج انت ووتر فيبر، ان المية تتحول لبخار مية، ده بسبب الايفابوريشن. فالإجابة هتبقى فولس، وهنشيل الكوندنسيشن نحط مكانها ايفابوريشن. نمبر 2: فولينج اوف هيل ان كولست ريجون از ان اكزامبل اوف ايفابوريشن بروسيس، سقوط قطع من التلج في منطقة باردة، ده مثال على الايفابوريشن، عملية التبخير. طبعا الإجابة هتبقى false، لأن الفولنج اوف هيل أو سنو أو رين بنسميه precipitation، فهنشيل evaporation نحط مكانه precipitation. نمبر 3: rainfall and collecting ocean by the effect of gravity force، يعني المطر بيتجمع في المحيط بسبب الجرافيتي فورس، قوة الجرافيتي. طبعا الإجابة تبقى true، لأن الجرافيتي attract rainfall to the earth أو to the earth surface، الجرافيتي بتسحب المطر أو قطرات المطر وبتجمعها في المحيطات أو البحار أو الأنهار، فالإجابة هتبقى true. Number 4: Sphinx cat doesn't have any hair or may have only fine hair. بقول لك السفينكس كات اللي هي القط، القط ده السفينكس doesn't have hair or have fine hair، يعني عنده ما عندوش شعر، اللي هو هيرلس اصلع خالص، او عنده فاين هير، شعر صغير جدا. طبعا الاجابه دي ترو، انما البيرمين كات هاف لونج سيلكي هير، عنده شعر طويل وحريري. بي: كروس ذا اود وورد، اختار الكلمه المختلفه، هيريكنز اعاصير، فولكانيك ايروبشن ثوران البركان، ريموف فورست تو بيلد هاوسز، ازاله الغابات لبناء المنازل، فورست فاير حرائق الغابات. طبعا مين المختلف عندنا هنا؟ طبعا ريموف فورست تو بيلد هاوسز. طب ليه يا مستر؟ عشان الهيريكنز والفولكانيك ايروبشن والفورست فاير ناتشورال تشينج، تغيرات طبيعيه، انما ريموف فورست تو بيلد هاوسز، ازاله الغابات لبناء المنازل، ده يعتبر هيومن اكتيفيتي، من انشطه الانسان. السؤال الثاني: choose correct answer. سافانا ار، السافانا دايما بتبقى dry grassland، أرض عشبية جافة، دايما السافانا dry grassland. نمبر 2: هو loose layer which cover the earth crust، هي طبقة مفككة بتغطي القشرة الأرضية. أول ما أشوف كلمة loose layer ده هي أعرف على طول إن هي soil، التربة، يبقى loose layer أو cover earth crust، طبقة مفككة بتغطي الأرض، يبقى على طول soil، التربة. نمبر 3: soil hold water well، تربة بتحتفظ بالمياه بشكل جيد، it become most of time، بتبقى ايه معظم الوقت. طبعا اللي hold more amount of water، اللي بتحتفظ بكمية مياه كبيرة او كتيرة، هو clay. طب ليه يا مستر؟ عشان عنده small spaces، small large small pore spaces، عنده مسافات صغيرة ما بين الجزيئات بتاعته، وبالتالي هو hold more amount of water، بيحتفظ بمية كتير، فبالتالي طب عنده مية كتير بيبقى wet، فهنقول إن clay soil hold water well، بتحتفظ بمية كويس، and it become wet most of the time، وبتبقى مبللة أو مليانة مية معظم الوقت. Number 4: all the following are biotic factor except، كل ده biotic، يعني ايه biotic؟ يعني living organisms، كائنات حية، ما عدا مين؟ طبعا الانيمال ليفينج اورجانيزم، والانسكتس حشرات ليفينج اورجانيزم، والجراس الاعشاب ليفينج اورجانيزم، الوحيد هنا البريسيبتيشن. نكمل. give reason some plants live in desert have short extended roots، بعض النباتات اللي بتعيش في الصحراء عندها جذور قصيرة بتمتد تحت الأرض، ليه يا مستر؟ to absorb any available water،
عشان الشورت روتس البذور القصيرة دي تمتص أي مية تسقط على سطح الأرض. فبيقول to absorb any available water. نكمل. Complete the following sentence. أكمل العبارات التالية. في عندك هنا السؤال الأول بيقول لك the global wind system of the earth، يعني نظام الرياح العالمي لسطح الأرض consist of that، بيتكون من إيه؟ المفروض هنا في الجزء اللي أنا هكتب عليه قبل blue هنا في space في مسافة، فالمفروض consist of إيه blue، يعني بيتكون من إيه بيهب؟ طبعا consist of wind blue، بيتكون من هبوب الرياح، يعني بيتكون من رياح بتهب، وبالتالي هنكتب هنا wind عشان تبقى الإجابة wind blue هبوب الرياح. بأول حاجة هنختار wind blue. طيب الwind blue الرياح بتهب in إيه؟ in a constant direction، يعني الرياح بتهب في اتجاه ثابت، فهنكتب ثانية واحدة نكمل constant direction، يبقى احنا هنا global wind system of the earth consists of the wind blue، يعني نظام الرياح العالمي بيتكون من هبوب الرياح in a constant direction، الرياح بتهب في اتجاه ثابت over long period of time لفترة زمنية طويلة. Number two, direction of wind is determined by the amount of، اتجاه الرياح بيتحدد على أساس كمية إيه اللي received by the earth، كمية إيه اللي بتستقبلها الأرض. طبعا ال direction of wind depend on number one solar radiation. يعني بيعتمد على الطاقة الشمسية، كمية الطاقة الشمسية اللي بتوصل. Number two depend on rotation of the earth، تعتمد على حركة دوران الأرض، من rotation of the earth. يبقى تاني ال direction of wind اتجاه الرياح اللي بيعتمد على حاجتين، number one solar radiation كمية الطاقة الشمسية، number two rotation of the earth يعني اتجاه دوران الأرض. Number three warm air move، الهواء السخن او الدافئ بيتحرك فين؟ طبعا قلنا الوارم اير بيبقى ليه دنسيتي كثافته قليله، فموف ابورد، يعني ايه موف ابورد؟ يعني يتحرك لاعلى، بيطلع لفوق يعني. طب والكولد اير موف، والهواء البارد طبعا بيبقى هاي دنسيتي كثافته عاليه، فموف داون وورد، يتحرك لاسفل. الجزء اللي بعد نمبر 4 dry air cause the formation of large area of، يعني الهواء الجاف بيتكون من منطقة كبيرة، يبقى الهواء الجاف بيكون large area of، بيكون منطقة كبيرة من ايه around the earth، طبعا large area of the desert، يعني بيكون مناطق كبيرة من الصحراء. أول ما تشوف كلمة dry air هوا جاف يبقى أعرف إن المكان هو الديزرت الصحراء، يبقى dry air cause formation of large area، الهواء الجاف بيسبب تكوين منطقة كبيرة من الديزرت من الصحراء. What happens if the solar panels when dust accumulate in them؟ إيه اللي يحصل للسولار بانلز لو الغبار تراكم عليها؟ يعني ايه سولار بانلز؟ يعني الواح شمسية. ايه اللي يحصل لو الالواح الشمسية التراب اتراكم عليها او الغبار اتراكم على الالواح الشمسية؟ طبعا السولار بانلز في الحالة دي
can't generate energy. يعني can't أو doesn't change solar energy into electric energy. مش هتقدر تحول الطاقة الشمسية اللي بتاخدها من الشمس electric energy اللي طاقة كهربائية. وبكده نكون خلصنا الامتحان الرابع من امتحانات توجيه الدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.